يا حياتي ساري معي. بابا مو قادرة انام لحالي، كتير خايفة. اسمعي، عيب تفوتي على غرفة بابا وماما بدون ما تدقي الباب. إيه لأنه ما قدرت نام بأوضتي، رح نام معكم، ما بحب نام لحالي. يا روحي، مو قبل شوي قلتلك إنه اليوم ما فيك تنامي معنا؟ ما دخلني، بخاف بالأوضة. تعي، يلا تعي حبيبتي نامي جنبي، يلا تغطي منيح. مننام جنب بعض، شو هالقصة؟ بابا خلي خالة ميرفت تطلع، عم حس رح اختنق بيناتكم. خلص عيشي. عاصم، طيب مثل ما بدك. حبيبتي لا تزعلي، أنا بطلع، رح روح نام بالصالون وأنتوا ناموا هون وارتاحوا، ماشي؟ ميرفت يلا تصبح على خير. أهلي، شو الأخبار؟ كله تمام، طمنيني كيف صرتي هلأ أختي؟ طمن، أنا كتير منيحة، ماني موجوعة، مرقت بأصعب من هيك. حلو، ابنك شلونه؟ والله ما في حركة، هادي هالولد كأنه. شو هالملل بالبيت؟ لا أمك ولا أختك موجودين هون. أنا إلي زمان ما شفته للبيت فاضي وما فيه نفس أمي وأختي. صحيح، هلا أمي عند خالة بديعة، كمان ميرفت ببيت جوزة، ما صار في غير أنا وياكي مالين. والله هيك كأنه. إيه شلونك؟ ما بعرف والله. شلون بقى ما بتعرفي؟ اسمع، مرقت اليوم على المحل وقلت ما رح أقدر كمل، لازم ما أعمل هالشي. بعد ما فكرت بهالكلام لقيت قدامي كل أهل الحارة، جمال بيك وجهاد وميرفت، لقيت الكل عم يتعبوا مشان أنا أنجح بشغلي. وقتها قلت يا بنت مو حلوة تضوعي تعبهم ببلاش، لا تستسلمي أبداً، ولو شو ما صار لازم تكملي. يا عيني خليكي متحمسة، معقول آسيا مين بيقدر يصلك؟ اسمعي، مو بس هني، كمان أخوكي بظهرك، يعني بعد هلأ لازم نحط جهدنا وتعبنا بالمحل ونعلي اسمه بالسماء أكتر، لهيك أنت اطمني. إن شاء الله. أنت شلونك منيح؟ يعني ناريمان وفصولة؟ رح كون أحسن، أنا بقدر كون أحسن آسيا. إيه؟ هالمكان حبيتوه؟ ما بوشي، على طول بتعزف هون؟ يعني أكتر الأحيان بكون هون. ما عندك أماكن تانية تروحها؟ ناريمان شبكي، ما فيني شي فخري، لكني إجيت. متأكدة؟ كأنك مو قاعدة معنا، عم تضلي شاردة. شو يعني بالعشاء ما انبسطتوا؟ آه يا فخري، لو تعرفي شو صار معي. بعد إذنكم. إذنك معك. يلا شباب. Thank you.
فخرية؟ ممكن أطلب منك طلب؟ إيه طبعاً. بدي تجيبي لي هوية ناريمان بكرة بالسر. لك شو بدك تعمل بهوية ناريمان؟ إيه لا تحسسي لو سمحتي. مساء الخير، هالغنية بهدية لرفقاتي اللي إجوا معي. ترقصي معي؟ برقص. أنا كتير مبسوطة. يا ريتك تضلي هيك على طول. Thank you.